ربما من سوء الخاتمة أن تأتي أن يأتي زمان وتقف في مستوى واحد وتحاور شخص بهذا المستوى من الاستلاب والغباء الذي قال عنه الدكتور الإرياني رحمة الله عليه حينما قال إنه سيأتي زمان ونحاور مثل هؤلاء إلا هذه الأشكال. تخيل على قدرة، عندهم قدرة عجيبة على الكذب والمغالطات وعلى التدليس وعلى الدونية، يعني مش قادر يقول إنه في مستوى هو عبد الملك الحوثي، يعني يرى نفسه أدنى من عبد الملك الحوثي. أي درجة من المهانة والاستلاب والعبودية والذل الذي عايشه هذا الشخص، يعني كتلة من الغباء والدماغوجية، مش قادر يقول ثنتين كلمات على بعض فيما يتعلق بأنه إنسان له كامل حريته وإرادته واستقلاله، مجرد عبد. عبد لا يستطيع أن يقول أنه مستواه هو عبد الملك الحوثي. من هو عبد الملك الحوثي؟ رجل لا يحمل حتى شهادة ابتدائية، يا رجل ما عنده شهادة ميلاد، وبالتالي يعملون منه صنم له يقول لك هو. هناك معايير مختلفة، معايير مختلفة غير هذه المعايير اللي تتحدث عنها. معاييرهم، متى تم اختبار عبد الملك الحوثي حتى يتضح لهم أنه بهبذ؟ الرجل لا يحفظ حتى جزء عمه، لا يحفظ جزء عمه من القرآن الكريم. هؤلاء نوع من الـ الأشخاص المختلبين، الذين المحششين، الذين ليس لهم عقول ولا أفكار ولا، يعني تخيل مش قادر يقول أنه بمستوى بمرتبه. يا أخي أنت بشر، احترم بشريتك، آدميتك، إنسانيتك، لا تدعي أنه عبد الملك الحوثي أفضل منك.